مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نواصل حديثنا عن العيد وعن كيفية الذين يعيشون خارج اليمن كيف يعيشون عيدهم بعيدا عن وطنهم وأهلهم وناسهم. معنا هنا أيضا للتذكير الأستاذ ياسين التميمي نائب رئيس اللجنة نائب رئيس الجالية اليمنية، وأحمد الحسني رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في إسطنبول. إذا أستاذ ياسين، لو تبدأ لنا تخبرنا كيف كان يومك في يوم العيد اليوم. كان يوما عاديا منذ الصباح، اتجهت إلى العمل، وبحكم طبيعة عملي في الإعلام، وهكذا هي طبيعة الإعلام كما هي أنت بالنسبة لك أخي شغل هشام، موجود. يعني كله يوم عمل، والأقصى ما فيه أنك مرتبط بحكم عملك الإعلامي بكل تفاصيل الحياة التي يعيشها اليمن والشعب اليمني، وكل ومرتبط بمآسيه وبأدق التفاصيل التي تشهدها الساحة اليمنية. ولهذا تقريبا هناك عدة تقارير أعدتها اليوم بحكم عملي الإعلامي في قناة بلقيس، نعم. وتقريبا أنهيت عملي في الثامنة وأتيت إلى هنا. وهذا ما يفسر كلامك ايضا انه الفرحة العيد مرتبطة ايضا بالجانب اللي بيدور في اليمن، يعني في البلاد. فالمعلومات اللي أتت كانت سيئة، وازدادت سوءا بالمعلومات التي أتت من المشاعر اوكي. المقدسة. كانت مأساة كبيرة وخيم الحزن تقريبا. يعني العيد مر خاصة ثقيلا والعدد كبير. ثقيلا علينا هذا اليوم، لكن يعني تظل نعم. تجربة العيد حاضرة في وجداننا في أذهاننا، لأنها في نهاية المطاف هي مناسبة دينية عظيمة، وهو العيد الأكبر للمسلمين، وهو عيد تضحية وفرح وسرور، وعيد يفترض أن المسلمون أو المسلمين حصدوا نتاج 10 أيام من نعم. الطاعات، تقبل الله طاعات الجميع. طيب نشوف أحمد أيضا، كيف كان يومك أحمد؟ عارف إسطنبول أنا شاهدت فيها شوارع فاضية، هما تقريبا أيضا يعيشوا عادات مختلفة عن عاداتنا طبعا. أنت كيف وجدت العيد في إسطنبول؟ كيف كان يومك؟ بصراحة كان يومي مثل يوم جميع الطلاب هنا في اسطنبول، كما كان العيد السابق والذي قبله. يعني إيش تسوي صباح؟ هل رحت مثلا صلى مثلا العيد؟ عندما تخرج مثلا في مجتمع آخر مثل المجتمع التركي، بعكس المجتمع اليمني مثلا، ولكن يعني لا يزال المجتمع يعني فيه مساجد، فيه إسلام، فيه نوعا ما يعني قريب من مجتمعاتنا نوعا ما. توجهنا إلى الصلاة كما توجه جميع الشباب اليمني بشكل عام إلى الصلاة، بعد ذلك يعني تعود إلى البيت. يعني لا شيء تستطيع أنك تفعله مثلا، بعكس اليمن مثلا تستطيع أنك تزور الأقارب، تجلس بكنف الأسرة، يعني تدردش مع طيب أهلك، في تدردش مع برضو الطلاب والأصدقاء أيضا موجودين. نعم. هو الآن بصراحة احنا كاتحاد وجودنا تحت اسم واحد، تحت كيان واحد، بصراحة أوجد نوع من الألفة، نوع من التعارف، نوع من التخفيف من الغربة. مثلا يعني اليوم ذهبت إلى أصدقائي وعدوا كذا كبسة حلوة وتغدينا، يعني خففوا شوية من الغربة نوعا ما. لما تشوف إخوانك الطلاب مثلا في الغربة، تشوف أيضا الضيوف من خارج. هل في شيء مثلا مميز أو شيء لاحظته مثلا في العادات اللي موجودة عندنا والعادات التركية يوم العيد، بحكم إنه هو اليوم كان هو عيد؟ بصراحة يعني العادات متقاربة جدا. مثلا يعني الأتراك هنا عندهم يوم العيد يطرحوه للعائلة، يلتقوا فيها العوائل، واحنا نتعذب غالبا يوم العيد خاصة احنا بس تتصل بأهلك كمغتربين. أكيد يعني. هو طبعا اكيد اكيد كاتصال بالتلفون، لكن بصراحة العيد عندنا في اليمن كان غير يعني، من تآلف، من أسر. عندما تزور أسرك مثلا، تزور جميع أقاربك، أخوانك، خواتك، أهلك إلى آخر، هنا يعني تروح تكاد أنك تصلهم بساعة كلهم مثلا. طيب حنواصل معكم. معنا اتصال الناشط منتعز محمد عبد الفتاح السامعي، نسي بس يشرح لنا عن العيد في تعز خاصة مع الأحداث اللي حصلت اليوم، نشوف إذا هو على الخط. ما لم أهلا 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 يا محمد، كيف الحال؟ أهلا وسهلا أخي العزيز. أنا من تعز لكني وفي ماليزيا. ها تمام. أنت أساسا من تعز، يعني في كثير من الأخبار توصلك، وأنت أيضا مغترب وبعيد عن وطنك زينا تماما، يعني في ماليزيا ولا لا؟
معناته انك اليوم تابع لاحدك سعيد اولا باول. ها طيب جميل جدا، كل عام اول حاجه كل عام وانت بخير واهلك واقاربك واحبابك، وربنا يعدي الماساه اللي احنا عايشينها في اليمن على خير ونعود جميعا الى بلدنا. طيب كلمني، يعني انت بعيد عن تعز وانت في بلد الغربه، كيف شفت العيد عندك؟ والله العيد لو كنت فرح غير موجود في قلوبنا مع الاخبار الماساويه اللي تحدث في اليمن، لكن في العيد ونحن افتخر شيء في تعز قرب اخذت من الجهات الحرفيه. المشكله يا محمد بصوت لو توضح صوتك شويه لانه في مشكله في الصوت. الصوت المشكله الان تسمعني؟ ايوه الان اوضح، تفضل. اخبرت الشهداء الذين استطاعوا اليوم في تعز وفي صنعاء جميعا هنا في الغربه والمهر، جميع قلوبهم توحدت سعد راح يتنام على الالم الذي اعتقد الفتره ربما هي اكبر فتره يمر في بحياه الشرد سواء داخل المدينه او في المدينه. نعيش جميعا حاله تشرد بسبب افعال المشتاف والجماعه. محمد صوت الصوت مش واضح خالص، في رداء في الصوت، لكن ابقى معنا احنا هنواصل الحديث وهنرجع لك ان شاء الله ونسالك ايضا عن يعني مدى ارتباطك ايضا بتعز. الان انت تحدثني انه عايش في ماليزيا لكن عايش واقعيا مع تعز، كل الاخبار توصلك من تعز، ايش اللي بيحصل، ايش الاحداث الماساويه اللي هناك، هنرجع لك. لكن نرجع مره اخرى للاستاذ ياسين اللي كان تكلم قبل الفاصل انه الحياه في العيد او العيد هنا مختلف تماما عن القريه، كلمت انه انت ابن قريه والوضع هناك مختلف والعيد هناك مختلف. نعم، احيي زميلنا في من ماليزيا محمد السامعي، وتقريبا نحن ننتمي الى بلده واحده، منطقه واحده او مدينه واحده، الى منطقه واحده. تقريبا يعني انا عشت طفولتي في القريه حتى الصف السادس الابتدائي، ولهذا العيد ونكهة العيد وطقوس العيد كلها يعني تشكلت يعني كصورة مثالية متكاملة في ذهني، وارتبطت بشكل أساسي بالريف. ولهذا عندما خرجت إلى تركت الريف وذهبت إلى المدينة، كان عندما في المراحل الأولى كنت أذهب إلى القرية وأعيش جو العيد وطقوس العيد هناك وأستمتع. لكن عندما تزوجت وكونت أسرة في المدينة لم أشعر أبدا وأنا رب أسرة بأنني أعيش نكهات العيد، ولهذا أنا كنت أعوض هذا في أولادي، أولادي هم الذين كانوا يشعرون بالعيد فكنت أذهب معهم. عندما يأتي العيد أشعر أننا مجرد مشرف على فرحة العيد الأولاد. على فرحة العيد. في المدن أيضا أيام العيد كثير من أهالي المدن بيرجعوا القرى ويعيشوا عيدهم هناك، هل كنت انت ايضا تروح القريه ايام العيد وتروح تزور الاهل؟ من وقت لاخر، طبعا عندما كنت اذهب مع عائلتي للقريه كنت استمتع اكثر واكثر، فكانت الفرحه مضاعفه، انا كنت اجد نفسي في القريه، اولادي ايضا كانوا يشعرون بوجودهم وفرحتهم الاستثنائيه في القريه، لكن عندما كنت احتفل بالعيد في المدينه لم اكن اشعر حتى هذه اللحظه. هنا في اسطنبول ربما فقدت الإحساس بلذة العيد لأنه بسبب الحاجز اللغوي والبيئة المختلفة الموجودة في تركيا، رغم أن هناك طقوس ربما متشابهة والجو الديني واحد والانتماء الديني واحد، فربما يعني الإحساس بالعيد تضاءل اكثر واكثر كما اقل مما هو ايضا المدينه. أيوة عندما ايضا هو يعني اعتقد ايضا بحكم انه القريه لها عادات او كذا مختلفه، لكن بغض النظر ايضا البعد عن الاسره هو الذي اعتقد سببها هذا، او البعد عن الاهل بشكل عام هو الذي سبب هذا الفجوه في العيد، والا مثلا يعني بغض النظر عن انه سواء العيد كان في المدينه او في الا انه يعني كان له عاده انه بعد صلاه العيد بتتوجه لا عند ابوك امك تسلم عليهم، تروح لا عند عمك اولاد عمك، يعني باقي الاقارب طول اليوم بعضهم يعني العصر كذا يكون وقت تخزينه، الكثير بيروح هذا الموعد وبيجتمعوا فيه كثير، خاصه انه في هذا اليوم بتكون اجازه لهم من العمل فتكون فرصه انهم يلاقوا بعض اكثر. صحيح. فهذه
طيب احمد خلينا ندخل في الاتحاد. لو تدي لنا معلومات عن اتحاد طلاب اليمن، كم الطلاب اللي موجودين في اسطنبول؟ هل في طلاب موجودين في جامعات اخرى خارج اسطنبول مثلا؟ طبعا كما نعلم كلنا انه تركيا وخاصه الفتره الاخيره زاد الاقبال عليها من ناحيه الطلاب من جميع المدن وايضا حتى منح من الدوله، يعني من قبل تقريبا كان نادر المنح او قليل المنح الى تركيا، ولكن بالفتره الاخيره تقريبا السنه الماضيه استقدموا ما يقارب 100 طالب. ايش طبيعه المنح هذه؟ هو بفعل لك اجمالي على الطلاب كامل. طبعا هو عندنا احنا يعني الطلاب بشكل عام في تركيا هم يعني ثلاث اصناف. صنف الذي هو على منح من الدوله اليمنيه، منح متكامله. الصنف الآخر الذي هو منح من الياتبا الذي هو من الحكومة التركية، وهذا يعني تقريبا كل سنة. طبعاً هذه المعلومات تهم ناس كثير من الطلاب اللي حابين يجوا يدرسوا هنا، فهم بيركزوا دائما على هذا. أيوة. أما الفئة الثالثة الذي هم على حسابهم الشخصي، وهذا تقريبا فئة كثيرة نوعا ما. طبعا احنا الاتحاد أنشئ قبل ما يقارب ثلاثة أشهر إلى أربعة تقريبا. كان في اتحاد سابق ولكن الاتحاد الجديد هذا انشئ بطريقه جميله جدا، بطريقه واسعه، حصل انتخابات، حصل دعايه انتخابيه، حصل مرشحين وتعاون، يعني بصراحه كان نموذج رائع جدا للذي حضره. ومن ثم بعد ذلك الحمد لله استطعنا انه نختار تسعه هيئه اداريه وانا على راسهم رئيس الاتحاد. حاولنا بدايتنا بدانا بتشكيل الكيان الذي هو الاتحاد، وزعنا المهام على الجميع، فعلنا خطط لنا كاتحاد، ومن ثم بعد ذلك بدأنا فعل بعض الأنشطة مثلا في رمضان في العيد السابق. أيضا أضف إلى ذلك موضوع الطلاب الجدد. الطلاب بحكم ما نحن ليش كم عدد الطلاب؟ الطلاب تقريبا في اسطنبول ما يقارب 220 إلى 250، قد يوصلوا إلى 300 طالب. في تركيا تقريبا ما يقارب 800 طالب. احنا الان يعني في عندنا خطوه لاستقبال الطلاب الجدد، طبعا هذا الطلاب القدامى، اضف الى ذلك الطلاب الجدد بحكم انه الان يزداد العدد. طبعا طبعا بحكم ايضا الان بدايه السنه القادمه، الان دراسه تقريبا بعد ايام، فكثير من الطلاب الان جايين سواء من منح الدوله التركيه او على الحساب الخاص. شكلنا احنا لجان تتكفل باستقبال الطالب من اين والى، استقباله من المطار، توصيله الى سكن مؤقت او الى سكن المعروف، اضف الى ذلك مساعدته بالتسجيل في الجامعه، اضف الى ذلك مده بجميع المعلومات التي تهمه حول التسجيل، حول الاماكن، حول المواصلات. طيب انا حاصل برضه معك المعلومات هذه، لكن نرجع مجددا الى محمد السامعي عبر الهاتف من ماليزيا. محمد تسمعنا؟ نعم اسمعك. اي تمام، لانه الصوت قبل شويه كان رديء كذا ومش واضح، فاتمنى انه يكون واضح عشان نسمعك كلنا يعني. الان واضح ان شاء الله. طيب يا محمد انت الان في ماليزيا، هل يعني ما هي سبب خروجك من اليمن من تعز الى ماليزيا؟ هل للعمل؟ هل ربما لانه الحال ضاقت في اليمن؟ ما هي الاسباب بالتحديد؟ الحقيقه انا درست هنا منذ دراسه يعني. خمس سنوات، لكن اريد اتطرق الى موضوع اليمنيين في المهجر في تركيا بسبب انشائهم لهيئه جديده ولهيئه جديده، واعتقد من عيد التلميذ في المهجر انهم اكثر ارتباطا على عكس الجنسيات الاخرى، اكثر ارتباطا وبينهم البين، لكن ينقصهم الحس المؤسسي، لذلك تجد عندنا في ماليزيا هنا تجربه لانشاء جاليه يمنيه قبل ثلاث سنوات، ظلت فعاله لمده ربما سنه فقط. في ماليزيا؟ حماس التقوى. نعم. تفضل. ايوه. ظلت ربما سنه فعاله بسبب حماس الشعب الافريقي، لكن ما بعد ذلك افكدت، ولذلك انا نصيحتي او رجائي للجاليه اليمنيه في تركيا الا تكرر التجربه وتستفيد من تجارب الاخرين ايضا. كما قلت لك يعني الجنسيه اليمنيه في المهجر في كل المهجر الاكثر ترابطا بين افرادها والاكثر انتماء
كلها، لكن ينقصها العمل المؤسسي والعمل الجماعي، هذا ما ينقصنا تماما. أيوة، يعني احنا الان نتحدث عن تجربه الجاليه اليمنيه الان بالاستاذ ياسين نائب رئيس الجاليه، وايضا احمد رئيس اتحاد الطلاب، تحدث عن طريقه في الترشيح وطريقه مميزه تقريبا، لوائح عندهم ايضا، يعني المساله ليست بهذه السهوله بحيث انه ممكن يتفركش الموضوع وينتهي تماما، يعني هم عندهم خطط مدروسه على حد تعبير احمد تحدثت معه قبل البرنامج، الاستاذ ياسين ايضا عندهم انشطه كثيره في الجاليه، سنتحدث عن ايضا انشطه الجاليه وعن ايضا ما هي الخطوات وايضا ارتباطاتهم في اليمن واشياء كثيره، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الحديث، ابقوا معنا.